السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هبدأ استعرض معاكم طقم الساعة مع 2 الشمعدان الثلاثي. حبيت ان انا اصوره عشان يبان الشكل العام قدامكم. هنا هنبدأ بالشمعدان، هنشوفه قطعة قطعة او هنشوفه جزء جزء من قدامنا. هنا قدامنا هو الكعب بتاع الشمعدان، كل قيمة مذهبة. وطبعا الطقم ده احنا قلنا اصلا عليه الخامة بورسلين خزف. الطقم ده هاي لموج هاي كوبي، الصناعة صيني. قدامنا هنا الشمعدان اهون ثلاثي، هنشوفه من فوق برضه اهون. الشمع هنا بنحط الشمع اللي احنا عايزينه، او بمعنى اصح احنا بنسيبه ديكور من غير شمع بيكون اشيك. قدامنا اهو تفاصيل جزء جزء منه. اتمنى ان التصوير نوعا ما يبين جماله، لانه فعلا بسم الله ما شاء الله، يعني طقم قيم جدا يستاهل كل بيت مصري. هنا قلنا تفاصيل الشمعدان. طبعا الطقم بيتكون من 2 شمعدان بنفس الشكل اللي قدامنا ده. هنا الرسمة بتاعته، بوكيه الورد قدامنا اهو، ده ليموج هاي كوبي قدامنا ونفس اللون، مفيش منه الوان عندي. تمام. هنا هنشوف هندخل على الساعة عشان نشوف شكلها. دي شكل الكاس بتاع الساعة من فوق، مش منفصل، ده قطعة واحدة ملزوقة فيها. هنا الايد بتاعة الساعة لو شفناها قدامنا اهيا، قدامنا اهو اخدة شكل جمالي وقيمة، قيمة مخروطة. تمام. قدامنا اهو. وهنا الساعة، الساعة دي بتتفك ومن الظهر لها حجارة، ممكن تحطها وتشغلها او تسيبها ديكور حسب ما انت عايزة. قدامنا اهو الكعب بتاع الساعة. تمام. وبرضو رسمة البوكيه الورد من بعيد هنشوفها الشكل العام قدامنا اهو. دي الساعة. وهنا الشمعدان الثلاثي زي ما احنا قلنا، الطقم بيتكون من 2 شمعدان وساعة. قدامنا تاني اهو نشوفها بالتفصيل جزء جزء.